السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نناقش فيها ونطالع أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد جولة في أهم العناوين. العربي الجديد: الانتخابات العراقية طهران تضغط لتشكيل الكتلة الكبرى من حلفائها. في موقع الحرة: العراق لغط النتائج النهائية يؤجل جدل الكتلة الأكبر. في القدس العربي: العراق التيار الصدري يسحب تصريحا حول انتماء رئيس الحكومة له. في صحيفة الزمان: السفير الأمريكي السابق: علاقتنا المستقبلية مع العراق تعتمد على توجهات الصدر. في صحيفة الشرق الأوسط: الجيش اللبناني ينتشر لمنع مواجهات جديدة، ومطالبة أمريكية بحماية القضاة من تهديد حزب الله. الخليج الإماراتية: عشرات القتلى والجرحى بتفجير في مسجد جنوبي أفغانستان. وأخيرا في صحيفة إندبندنت عربية: وفاة نائب بريطاني بعد تعرضه لعدة طعنات، والشرطة تصف الحادث بأنه عمل إرهابي. مثلما كانت سمة انتخابات عام 2018 مليئة بالتزوير وبالأحداث والتطورات السياسية والأمنية، فإن انتخابات 2021 حملت معها تداعيات وأثقال ما سبقها من انتخابات في مشهد يعكس حالة الاستقطاب الطائفي والتدخل الخارجي، ويضع العراقيين أمام معضلة أخرى تزيد من معاناتهم بعد فشل الطبقة السياسية التي أنتجها الاحتلال في إدارة الشؤون العراقي وإبقائه رهينة المشروع الإيراني. أحمد صبري يقول في صحيفة الميثاق الوطني إن أوجاع العراقيين تتفاقم من انتخابات إلى أخرى. لقد وصفنا انتخابات 2021 قبل إجرائها بأنها ستكون وصفة للفوضى والصراع السياسي بين مكونات الطغمة الحاكمة ومن يتحكم بإدارة شؤون العراق، الذين أسقطتهم المقاطعة الشعبية الرافضة لعمليات الفساد والإقصاء والتهجير الطائفي. وطغت نتائج الانتخابات وتداعياتها على المشهد السياسي، وزادته تعقيداً من فرط الخلافات بين الكتل الفائزة والخاسرة، الأمر الذي سيزيد من حال الاستقطاب الإقليمي الذي كان واضحاً في مسارها. غير أن اللافت خسارة أذناب إيران وأذرعها العسكرية في الانتخابات، رغم أنها مزورة، إلا أنها عبرت عن رفض العراقيين لهذه الزمر الإجرامية التي حولت العراق إلى ساحة للصراع والهيمنة على المجتمع. وغداة انتخابات 2021 نقف أمام مشهد سيكرر تجارب الأعوام الماضية ويعيد تدوير الوجوه السياسية من جديد، من دون أمل الخروج من نفق الاستقطاب الطائفي والعرقي الذي أبقى العراق يتخبط في خانقه. استبقت إيران احتمالات الصراع بين أذرعها بعد إعلان نتائج الانتخابات بإرسال قائد فيلق القدس قآني إلى بغداد، من غير أن ينجح في التهدئة بين القوى الفائزة والخاسرة، حيث طغت لغة السلاح ورفض نتائج الانتخابات من قبل ميليشيات إيران، التي وصفت هذه النتائج بأنها مدبرة ومدعومة من الخارج. الكاتب يضيف أن أذرع إيران أدركت تماماً أن رهانها على الدعم الإيراني وعلى دعم مؤيديها في العراق سقط وخاب ظنهم على الرهان لقلب وتصحيح معادلة الصراع على الأرض التي باتت تتجه لغير أذناب إيران ومشروعها التوسعي. إذن المشهد السياسي، يقول الكاتب، الذي سيتشكل بعد الانتخابات مليء بالمفاجآت والتطورات، عنوانه لغة السلاح التي ستكون سمة هذا المشهد الذي سيأخذ العراق إلى الفوضى والمجهول.
على الرغم من انتهاء الانتخابات البرلمانية في العراق التي جرت في العاشر من هذا الشهر، إلا أن صفحة المنافسة الانتخابية لم تطوى بعد، والنتائج لم تحسم بشكل واضح حتى الساعة. جاسم الشمري يقول في موقع عربي 21 إن مفوضية الانتخابات تواجه عشرات الاعتراضات والاتهامات بالتزوير والتلاعب بالنتائج، على الرغم من محاولات الحكومة الاعتماد على البطاقة البيومترية في التصويت، والتي يقال بأنها صممت للحيلولة دون تزوير الأصوات. خلال مراحل العملية الانتخابية كافة، كانت المفوضية مربكة جداً، وبالذات في مؤتمرها الصحفي يوم الاثنين الماضي، حيث لم تعلن النتائج للجمهور وطلبت من العراقيين متابعة موقعها الإلكتروني المغلق ساعتها، وهذه آلية غريبة ولم تحدث في كل التجارب الانتخابية الماضية، عدم التطابق بين ما أعلنته المفوضية وقراءة أشرطة التصويت في بعض المحطات الانتخابية، دفع الإطار التنسيقي لعقد اجتماع طارئ وأعلن رفضه وطعنه بالنتائج. الضغوطات السياسية والعسكرية والإعلامية وكذلك التهديدات أحرجت مفوضية الانتخابات والحكومة والقوى الفائزة، مما دفع المفوضية لسحب نتائج الانتخابات من موقعها الرسمي مساء الثلاثاء الماضي، والتأكيد بعد 24 ساعة بأن النتائج المعلنة هي نتائج أولية وقابلة للتغيير. وهنالك أكثر من 3681 محطة محجورة لم تنجز عمليات العد والفرز فيها، وجميع هذه التصريحات والربكة الإدارية أدلة قاطعة على حدوث التزوير من الشركاء الكبار في المشهد السياسي بعد العام 2003. إن هذه الانتخابات هي أكبر فضيحة انتخابية في التاريخ العراقي، ولهذا يتوجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل لتصحيح المسار الخاطئ القائم الآن، وترتيب أوراق البيت العراقي قبل أن تنجرف البلاد نحو هاوية الحرب الميليشياوية والتي لن تتوقف نيرانها عند حدود العراق. الكاتب يختتم بالقول إن الغد العراقي غامض ومخيف، ولا ندري هل ستكون أو سنكون على أعتاب مرحلة سياسية مربكة جديدة أم أمام متاهات دموية قاتلة ساحقة. بمجرد أن تراجعت مفوضية الانتخابات عن قراراتها الأولية بإعلان النتائج بعد رسائل التهديد والوعيد التي أطلقتها الكتل والأحزاب السياسية ذات الأجنحة العسكرية الخاسرة في الانتخابات، تكون قد أقرت ضمناً أنها أذعنت للضغوط، وأن ما يحدث من تغيير في النتائج المعلنة سيتهم بالفعل بالتلاعب والتزوير. هذا ما أشار إليه باسم الشيخ في مقاله بصحيفة الدستور العراقية. لم تكن المفوضية موفقة في خطواتها، فهي سارت بحسب ما رسمته الكوادر الوسطية التي تتحكم بإدارتها جراء حداثة الخبرة والمسؤولية، مما أوقعها في شرك التخبط والارتباك على الرغم من تأكيداتها المستمرة على جاهزيتها واستعدادها وإجراء أكثر من عملية محاكاة وصفتها بالناجحة، حتى جاءت الأخطاء لتشمل أبسط عمليات الجمع التي لم ينتبه إليها القائمون على إعداد الجداول. فعلى مستوى عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت، أدرجت رقماً يناقض الرقم الذي سبق وأن أعلنته، لتعود وتطلق نسبة مشاركة غير مقنعة مع إعلانها مطابقة النتائج في المحطات إلكترونياً ويدوياً بنسبة 100%. لكن ذلك لم يدم طويلاً، فبعد أن جوبهت النتائج بعاصفة رفض واستهجان، وثارت ثائرة الأحزاب والكتل الكبيرة الخاسرة، ولوح بعضها بتهديدات علنية، عادت المفوضية لتستذكر أن هناك أكثر من 3000 محطة انتخابية محجورة تشكل 6% من العدد الكلي للمحطات
لم يجر احتساب أصواتها، وأنها عزلت أكثر من 8000 محطة أخرى كعينات لغرض العد اليدوي، لنكتشف أنه وبمجرد الشروع بالعد اليدوي بتغيير ملحوظ في عدد المقاعد قد يرضي البعض ويغضب البعض الآخر. الكاتب يرى أنه مع هذه الأحداث والقرارات الملتبسة تكون العملية الانتخابية قد أصيبت بمقتل بنزاهتها واستقلاليتها، ناهيك عن السمعة التي ستترتب على سلوك المفوضية وعدم قدرتها على التماسك والحياد والحزم في وجه التهديدات، ويعاد بذلك سيناريو أسوأ مما حدث في الانتخابات الماضية. حظيت الانتخابات في العراق باهتمام واسع، وذلك لما لها من انعكاس مباشر على المعادلات السياسية وموازين القوى الداخلية، وقد تبدى بعض هذا الاهتمام بمتابعة نحو 100 مراقب أوروبي و60 دبلوماسيا أوروبيا لهذه الانتخابات وتنويههم الإيجابي بمجرى العملية الانتخابية. محمود الرماوي يقول في صحيفة العربي الجديد إن المفارقات التي حفت بهذه المناسبة سرعان ما برزت مع انخفاض نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي. الجمهور العراقي العريض أبدى يأسه وازوراره عن المشاركة نتيجة إدراكه الحسي أعطاب الحياة السياسية، وفي مقدمتها استشراء الفساد بصورة مهولة، ثم اضطراب حبل الأمن مع وجود نحو 67 ميليشيا مسلحة أغلبها تتبع لإيران. وهنا المفارقة في أن هذه الأذرع المسلحة قد خاضت الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً على الرغم من أن القانون يحظر مشاركتها، وعليها لم يكن مستغرباً أن ترفض هذه الميليشيات نتائج الانتخابات التي لم تتفق مع طموحاتها وأن تلوح بالعنف ضد نتائجها. فوجود هذه الميليشيات يقوم أساساً على تغييب القانون ومخالفته والاحتكام إلى ترهيب السلاح الذي تحوزه. ومعلوم أن الاتهامات وجهت إلى هذه الأذرع باستهداف المحتجين الذين سقط منهم 600 ضحية من دون أن تمتد يد العدالة لمعاقبة الجنات. وبينما يكتفي خاسرون في الانتخابات بتقديم طعون في شتى الدول، فقد انبرى الخاسرون من الميليشيات إلى القيام باستعراضات مسلحة وتوجيه حملة تخويف إلى مفوضية الانتخابات. وعلى الرغم من أن الميليشيات التي تنضوي أساساً في تكتل الفتح قد أضافت بضعة مقاعد إلى صفوف الفائزين مع استكمال عمليات الفرز، إلا أن أجواء التوتر لم تهدأ، وقد عكست هذه الانتخابات حال الانقسام والبلبلة التي يعيشها الشارع العراقي منذ أمد طويل. وبحسب الكاتب فإنه في جميع الأحوال سوف يكون مخاض تشكيل الحكومة طويلاً وولادتها عسيرة، وقد تشهد البلاد خروقاً أمنية، وذلك ضمن سياسة الترهيب والابتزاز التي دأبت قوى الأمر الواقع على اتباعها لفرض أجندتها على عموم العراقيين بكل السبل وخصوصاً غير المشروعة منها. تعجبوا لأن مرشحة متوفية منذ شهرين فازت بالانتخابات في العراق كأنه حدث نادر، من دون أن يلتفتوا إلى أن الدورات البرلمانية السابقة كانت تضم أمواتا من أنواع شتى، منهم من كانوا موتى الضمائر وهم الأغلبية الساحقة، ومنهم موتى الأفكار والعقول. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إن الموتى كان مصيبا لقرارات الدورات البرلمانية أيضاً وليس لشخوصها المنتجين أو المنتجين والمدجنين في مصانع الأحزاب رديئة النوعية ورخيصة الثمن. نواب موتى أرواحاً ومتدافعون أجساداً نحو امتيازات وقوانين تجلب لهم ما فاتهم من فوائد. في كل دورة 329 نائباً، لم نسمع من أصواتهم سوى المزمجر أو المطبل أو المهلهل أو النائح أو النعاب أو المتخرص أو المغرض أو المدفوع بدناءة من خلف الكواليس.
لا قانون وجدنا تشرق فيه الحياة العراقية كما كانت مشرقة طوال عهود طويلة، ربما تمتد إلى الفترة المظلمة نفسها، ولا أحاديث بناءة من النواب إلا حين يحمل رؤساؤهم على ظهورهم أحمالاً لنقلها في ملاعب الآخرين في مناكفات ومهاترات تتخذ اللعبة البرلمانية حجة واقية، في حين أن الذي يجري هو محض إسفاف وتبعية. لا يعنينا كون بعض الفائزين اليوم هم من الوجوه القديمة الأكثر رفضاً من أغلبية العراقيين، فذلك لم يعد أمراً مهماً بعد انهيار المقاييس واختلاس المكاييل واختلال الموازين. كم قانون أظهر من خلاله النواب قيمة العمق الشعبي في الرأي والرؤية والحاجة والرغبة؟ متى استشار نائب واحد من بين جوقة النواب في كل الدورات دائرته الانتخابية في شأن التصويت على مشروع قانون أو اجتراح قانون أو قرار، سواء ورد مشروعه من السلطة التنفيذية أو لم يرد؟ ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه في جميع أنحاء العالم حياة نيابية، لأنهم يسمونها أو توصف بأنها حياة أولاً وليس الموت المعنوي والحقيقي أيضاً كما في العراق. بات استيلاء ميليشيا الحوثي على مدينة مأرب وارداً، اشتد الحصار على المدينة في مرحلة تبدو إيران مصرة على جعل الميليشيا التابعة لها تسيطر على المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية، فثمة نية واضحة لإنشاء دولة في شمال اليمن تدور في الفلك الإيراني. خير الله خير الله يتساءل في موقع ميدل إيست أونلاين، هل قدر دول شبه الجزيرة العربية التعايش مع كيان سياسي أقرب إلى قاعدة صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية في اليمن؟ يبدو مثل هذا السؤال مشروعاً في ضوء غياب الوضوح في سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي لا تمتلك سياسة محددة تجاه المشروع التوسعي لإيران. يأتي غياب الوضوح الأمريكي في وقت لم تعد طهران تخفي أن لديها جيوشها في المنطقة وأنها مستعدة لاستخدام هذه الجيوش لتحقيق أهداف سياسية، خصوصاً في تعاطيها مع إدارة بايدن. من بين أخطر ما تنطوي عليه السياسة الأمريكية المعتمدة حالياً ذلك الاستخفاف بالحوثيين من جهة وبأبعاد سيطرتهم على جزء من اليمن من جهة أخرى. اكتشفت إدارة بايدن فجأة قبل أشهر قليلة بلسان وزير الخارجية أنتوني بلينكين أن هناك 70,000 أمريكي يعملون في السعودية أو يقيمون فيها، وأن الصواريخ البالستية الحوثية تشكل تهديداً لهؤلاء، لكنها لم تفعل شيئاً في مواجهة هذا الخطر. هذه إدارة تبحث عن تسوية مع الحوثيين ومع إيران من دون أي إدراك للنتائج الكارثية لمثل هذه التسوية، في غياب ضمانات حقيقية وأساسية لدول المنطقة التي تعي تماماً أن أي رفع للعقوبات عن إيران سيوظف في دعم جيوشها في المنطقة العربية. الكاتب يرى أنه إذا كان خيار الاستسلام أمام إيران خيار إدارة بايدن، فهذا الاستسلام ليس خيارا خليجيا، ذلك أنه سيكون الصعب على دول الخليج القبول بالهيمنة الإيرانية والرضوخ لها من جهة، والتعايش مع الوجود المباشر للنفوذ الإيراني في اليمن من جهة أخرى. تشهد سماء الدول العربية ظاهرة فلكية نادرة، حيث يقترن كوكب الزهرة اللامع مع النجم العملاق قلب العقرب بلونه المائل إلى الحمرة، وهو أقرب اقتران بينهما منذ 8 سنوات. وسيحدث الاقتران في الأفق الجنوبي الغربي بعد حوالي 30 دقيقة من غروب شمس يوم السبت. وقال أشرف تادرس الخبير الفلكي إن الاقتران يأتي نتيجة رحلة كوكب الزهرة شرقا في دورانه حول الشمس، ليمر أمام نجوم العقرب وخلالها يلتقي بنجم قلب العقرب. وأضاف الخبير أنه بإمكان محبي الظواهر الفلكية رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة أو بالمنظار أو بتلسكوب، حيث
يظهر كوكب الزهرة بلمعانه المعروف، وبالقرب منه يوجد قلب العقرب، وهو أقل لمعانا من كوكب الزهرة ب150 مرة، لكنه سيكون واضحا. وقرب كوكب زهرة ونجم عقرب أو قلب العقرب سيكون هناك نجم يطلق عليه اسم النياط، ليكون الثلاثة شكلا متناسقا بديعا في السماء. والآن إلى فقرة كاريكاتير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.